تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم إلى عدد جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خارج التحرير. دخلت القارة الأوروبية عام 2022 من باب الأزمات، أزمات صعبت من وضعية الاتحاد الأوروبي الذي تعرت مؤسساته بفعل جائحة كورونا، وظهر كيانا هشا اجتماعيا اقتصاديا وحتى سياسيا. ومع رحيل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي تعرف بأنها القائد الفعلي والروحي للاتحاد الأوروبي، يتساءل الأوروبيون من يعوض ميركل في قيادة الاتحاد الأوروبي، وهل يتيح رحيل ميركل الفرصة لبروز الرؤية الفرنسية للاتحاد، وأين موقع إيطاليا من أو في هذه العملية الحسابية؟ مشاهدينا الكرام، أسئلة أخرى نطرحها للنقاش في هذه الحلقة، نلتقي بعد حين. خلال 16 سنة برزت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل رقما لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاتحاد الأوروبي. هيمنت ميركل بشخصيتها القوية وخبرتها السياسية على مؤسسات الاتحاد ومنابع اتخاذ القرار فيها، فحافظت على بلادها قوة اقتصادية وعلى الاتحاد الأوروبي كتلة موحدة. وإبان الأزمة المالية التي عصفت بالغرب عام 2008، قادت ميركل عملية الإنقاذ المالي لليونان وتجاوزت بحنكتها التوتر الذي ميز علاقة برلين بأثينا. وبنفس العزيمة تواجدت ميركل في صلب عملية التفاوض مع بريطانيا أثناء التحضير لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وساهمت في تخفيف الآثار التي خلفتها عملية بريكسيت على تماسك الاتحاد واستمراره. ميركل وبعد كل هذه الإنجازات تتقاعد سياسيا تزامنا مع فترة تحولات عالمية تجبر القارة العجوز على اتخاذ مواقف حتى لا تأتي هذه التحولات عليها. يقول ملاحظون إن خليفة ميركل على زعامة بيت الاتحاد الأوروبي سيجد أمامه إرثا ثقيلا، فأوروبا اليوم تواجه أزمات متعددة، ومشروع الاتحاد الذي تجاوز منتصف عقده السادس أصبح مهددا. ويقول فرنسيون إن الرئيس ماكرون إذا ما فاز بعهدة رئاسية ثانية ربيع العام الجاري بإمكانه أن يطلع بوضع فكرة القوة الأوروبية المستقلة موضع التنفيذ، غير أن أصوات معارضة تذهب إلى ضعف هذا المقترح لأن فرنسا ماكرون لم تعد فرنسا ميتيران وشيراك. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع للإجابة عن كل هذه الأسئلة وأخرى، أتشرف باستضافة كل من الأستاذة الدكتورة نبيلة بن يحيى، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتورة مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا وشكرا على شكرا جزيلا الدعوة. دكتورة أيضا الأستاذ الدكتور محمد خوجة وهو الأستاذ والباحث في العلاقات الدولية. دكتور مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. وعن طريق خدمة سكايب يلتحق بنا من بروكسل الأستاذ المحجوب مليحة، خبير في الشؤون الأوروبية. أستاذ مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا أستاذ، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. نبدأ النقاش من هنا من الأستوديو. بداية دكتور محمد خوجة سأبدأ معك، لو وضعنا صورة الاتحاد الأوروبي أمام المرآة كيف هي هذه الصورة الآن؟ الاتحاد الأوروبي يعني إذا بدأنا بشكل كرونولوجي، يعني ابتداء من أزمة كوفيد ونرجع إلى الوراء، نرى بأنه ابتداء من أزمة كوفيد أظهرت يعني نوعية مدى قدرة المؤسسات الاتحاد الأوروبي على يعني فيما يخص الجانب الاجتماعي، ولاحظنا أولوية العمل تاع كل الدول الأعضاء على حساب العمل المشترك، ولاحظنا بأنه فيما يخص المجال الصحي كيف أنه هذه الأمر يعني ترك إلى التدخل الفردي للدول، ولاحظنا كذلك بأنه صحيح أنه كان فيه قدرة فيما بعد على التكيف على الأوضاع فيما يخص يعني الجانب الصحي، ولكن قبل هذا كان الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة
ما هو الهدف من وراء ذلك؟ معناها أن الاتحاد الأوروبي فكرة إلى أين يتجه؟ هل يتجه إلى دولة فيدرالية؟ هل هو يتجه إلى دولة كونفدرالية؟ كان هنا الهدف اللي بقى منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي بقى يعني موضع استفهام، وكان دائما في كل مرحلة، في كل مرحلة توسع يعني كان فيه يعني مشكلة تطرح ما بين، هل الاتحاد الأوروبي يتوسع فيما يخص زيادة الأعضاء، أم الاتحاد الأوروبي يتوسع فيما يخص نوعية التكامل الحاصل ما بينتهما؟ ولاحظ بأن الاتحاد الأوروبي لديه سرعتين، السرعة اللي هي السرعة العابرة للقوميات واللي تمثلها يعني المفوضية الأوروبية والبرلمان، وهي معناتها أن المؤسسات اللي تعمل ليس لصالح الدول ولكن للاتحاد الأوروبي ككل. طيب لو توقفنا عند هذه النقطة دكتور محمد خوجة، وعذرا أن المقاطعة لنواصل من بروكسل، يتحدث إلينا الأستاذ المحجوب يعني وهو الذي يحدثنا الآن مباشرة من بروكسل من إحدى العواصم الأوروبية. الأستاذ محمد خوجة هنا ركز كثيرا على جائحة كورونا وتأثيرها على الاتحاد الأوروبي. سؤالي هنا الأستاذ محجوب، هل صحيح أن كورونا عرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟ شكرا. طبيعي أن هذه الجائحة أثرت على جميع دول العالم ومجتمعات العالم، والاتحاد الأوروبي بدوره يعني يعاني بشكل كبير من تطور وتفاقم الأزمة، خصوصا مع هذه في مراحل فصل الشتاء الذي يعني تظهر فيه متحورات لهذا الفيروس. ولكن بطبيعة الحال يجب أن لا نهمل أو لا ننكر قوة الاتحاد الأوروبي في تدبير الأزمات، ولا نقول هنا في حل الأزمات، وإنما هم بارعون في تدبير الأزمات في حين فاشلون في إيجاد حلول جذرية للأزمات. في ما يخص الاتحاد الأوروبي عموما وتشكيله السياسي، بطبيعة الحال مؤسسة البرلمان ومؤسسة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي كجهازين تنفيذيين، هناك تداخل في المصالح، تداخل في السلطات والصلاحيات. كما ما نلاحظ يعني من داخل أروقة البرلمان الأوروبي أن السياسيين الأوروبيين بالعواصم الأوروبية يرسلون السياسيين الفاشلين إلى بروكسل اللي هي عاصمة الاتحاد الأوروبي، في حين يبقى السياسيون الناجحون أو يعني الأكثر مصداقية في هذه العواصم. وهذا بطبيعة الحال ما دام الدول الأوروبية لم تتخذ القرار في وضع الأشخاص المناسبين في المراكز المناسبة في بروكسل، يبقى عمل الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال يواجه عراقيل. وفي ظل الثنائية القطبية الحالية بعد البريكسيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعني ألمانيا فرنسا، ألمانيا بوزنها وعدد الدول التابعة لها بين قوسين في شرق أوروبا ربما أكثر قوة من التواجد الفرنسي في الاتحاد الأوروبي. وقد يعني كانت أزمة اليونان شكلت صورة واضحة لضعف فرنسا في دعم حلفاء. أستاذ المحجوب، سنصل تحديدا إلى هذه النقطة المتعلقة بأزمة اليونان، ولكن قبل ذلك دعني أتوجه بالسؤال مباشرة إلى الأستاذة الدكتورة بن يحيى. دكتورة، كما فهمته من حديث ضيفي الكريمين سواء من بروكسل أو من هنا من الأستوديو، كورونا أعطت ملاحظة هامة بخصوص الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة. كشفت اجتماعيا، إن كنت تتفقين معي، عن هشاشة البنى التحتية للاتحاد، الذي يقول في نفس الوقت، يعني ملاحظون كثيرون يقولون أنه بقي فقط كهيكل هذا الاتحاد فوقي لحماية أصحاب رؤوس الأموال. هل هذا صحيح؟ ممكن جدا، هذه إحدى المقاربات التي تجمع بعض كما قلت أصحاب الشركات والأموال يقولون هذا أو يتحدثون عن هذا المنظور. لكن لابد من الإشارة إلى موضوع مهم جدا، هذا الاتحاد الذي يحمل حقائب تاريخية جد مهمة من دول مؤسسة ذات منظور سياسي واستراتيجي واقتصادي وأمني، من 6 دول مؤسسة لمجموعة اقتصادية التي جاءت من مجموعة الفحم أو الحديد والفحم في عام 1952، 57 تأسست المجموعة الاقتصادية، 91
بعد اتفاقية ماستريخت تأسس هذا الاتحاد، أصبح له بعدا سياسيا، وتجمعت هذه القوى كما قلت التي تحمل حقائب تاريخية مميزة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، يعني كل هذه الدول، ولو أن مجموع هذا الاتحاد كان 28 دولة وأصبح اليوم 27 دولة بعد خروج بريطانيا ما سمي بالبريكسيت. هذا الاتحاد ذو الموقع الاستراتيجي المهم جدا من ناحية الشمال، القطب الشمالي، من ناحية الجنوب البحر الأبيض المتوسط، من ناحية الشرق البحر الأسود، من ناحية الغرب المحيط الأطلسي، إذن موقع استراتيجي جد مهم. إذن هذه الدول التي اليوم تؤسس هذا الاتحاد، ولو أننا نحن أمام مقاربات مفتوحة، صحيح المقاربة الصحية هي التي في الصورة أكثر من المقاربة، ربما أظهر الضعف الاتحاد الأوروبي أكثر، يعني ضعف إدارة الأزمة، لأن نعم. هذه الجائحة كانت مفاجئة للجميع، وفي بدايتها نوعا ما كان في استهزاء أو عدم اتضاح الرؤية لإدارة ومعالجة هذه الأزمة. نعم. بدليل أن اليوم تقريبا كل دول أوروبا، ورأينا من خلال الإعلام خروج الكثير من مستنكرين من وجود هذه أو من عدم مسايرة ومعالجة هذه الجائحة بالطرق المحمودة. إذن هذا الاتحاد، يعني حتى نقدم بطاقة تعريفية عن الاتحاد، والمشاهد الكريم تكون له الصورة النموذجية بالنسبة للغة التي السائدة في هذا الاتحاد هي اللغة الألمانية بنسبة 16%. ثم قبل ما نصل، إذا كان سمحت لي فقط، نعم. الدكتور خوجي يريد أن يتدخل في هذه النقطة، ولكن إن أذن لي، نعم. سأتصل مباشرة ببروكسل الأستاذ المحجوب مريحة في سؤال ربما هو أدرى به منا. أستاذ محجوب، يعني خروج بريطانيا كيف أثر على هذا الاتحاد؟ طبعا خروج بريطانيا كان نكسة انتكاسة حقيقية في مسار والتصور السياسي المستقبل للاتحاد الأوروبي، لا من الناحية الاقتصادية لا من الناحية السياسية، خصوصا من جهة سياسية، يعني خسارة الاتحاد الأوروبي كاتحاد لمقعد داخل مجلس الأمن. وبالعودة إلى موضوع أزمة كورونا، طبعا هذا أزمة جائحة، أزمة مؤقتة، ولكن الأزمة العميقة هي السعي الألماني نحو جعل الكرسي في مجلس الأمن هو كرسي تابع للاتحاد الأوروبي، وقطع يعني الصلة مع الماضي الذي جاء نتيجة يعني انهزام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وبذلك إقصائها من التواجد في مجلس الأمن. خروج بريطانيا بطبيعة الحال لا زال تبعاته تعاش، يعيشها المواطنين الأوروبيين العاملين الذين يعيشون ببريطانيا، والعكس صحيح كذلك، البريطانيين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي. نعم. أستاذ محجوب، تفضل. إن سمحت لي فقط، الآن يعني تقريبا الكل يقول أن لندن أصبحت أقرب إلى واشنطن منها إلى عواصم الاتحاد الأوروبي. سؤالي هنا على وجه التحديد أستاذ المحجوب، يعني هل يساعد هذا التباعد على تنامي الأزمة داخل بيت الاتحاد الأوروبي؟ وأتحدث هنا عن الأزمة في مختلف فروعها، يعني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. طبعا هذا التقارب ليس بالجديد بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حد تماهي بطبيعة الحال، بل كانت ذراع الولايات المتحدة الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي لتمرير سياساتها وفرضها على الاتحاد الأوروبي. ولكن بطبيعة الحال يجب أن نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي منذ سنوات لم يجعل السياسة أو الجيوبوليتيك أو الجيوسياسة من أولوياته، في حين كان يراهن أساسا ولا زال على السياسات الاقتصادية والتبادل التجاري. وفعلا كما أشار ضيفك الكريمين، يعني
التوجه أساسا إلى الاقتصاد والعيش في جزء أو جزء من التهميش إن صح التعبير فيما يخص المحيط السياسي، خاصة وأننا نرى أزمة أوكرانيا لا كرسي للاتحاد الأوروبي فيها، أزمة الصحراء الغربية تحديدا واحتلالها لا وجود للاتحاد الأوروبي على طاولة فرض الحلول. إذن هناك تهميش لدور الاتحاد الأوروبي في السياسات الدولية، وهذا بطبيعة الحال ليس بجديد أستاذ الكريم. طيب أستاذ محجوب، ابقى معي، سأتوجه مباشرة إلى الدكتور محمد خوجة. دكتور، تريد أن تعلق كما أشرت لي قبل قليل أو أطرح عليك سؤال؟ كما تشاء. إذن دكتور، ما هي صورة التحالفات الجديدة اليوم في أوروبا بعد نكسة البريكست؟ هي في الحقيقة من السابق لأوانه يعني الجزم بشكل يعني شامل حول عجز الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات التي يعني يواجهها، لا سيما فيما يخص وباء كورونا. نحن نعلم بأنه طبقا لنصوص القوانين تاع الاتحاد الأوروبي، المادة السادسة يعني فيما يخص المجال الصحي تتحدث حول التعاون فيما يخص تبادل المعلومات، وخاصة فيما يخص اللجنة الأوروبية للأدوية كذلك في هذا المجال. بمعنى أنه من الناحية القانونية لم يكن الاتحاد الأوروبي يعني لديه أداة للتدخل في المجال تاع الصحي، ولكن الآن نلاحظ بأنه الوقت لا يسمح فيه. سلسلة من الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، قادة الاتحاد الأوروبي فيما يخص تحرير 500 مليار دولار التي يعني تقدمت بها المفوضة الأوروبية وصادق عليها البرلمان لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كذلك مبلغ آخر الذي سيصرف من 2022 إلى 2027. لكن يعني التحديات التي مطروحه هي ثلاثة. نعم. ثلاث تحديات اللي تحدث عليها الرئيس ماكرون فيما يخص يعني مشروع أو يعني طموح أوروبا فيما يخص الفترة 6 أشهر اللي تكون هي ترأس الاتحاد الأوروبي. المتمثلة أولا وقبل كل شيء في مواجهة، على فكرة فرنسا استلمت الرئاسة الدورية في الفتح جونفي هذه، يعني الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. نعم. لمدة 6 أشهر. نعم نعم. يعني في الحقيقة الاتحاد الأوروبي عملية المؤسسات معقدة، يعني كما تعلم في 3 دول تبقى مرافقة للاتحاد الأوروبي لمدة 18 شهر بغض النظر على نوعية الدولة التي تكون مترأس في هذا خلال هذه 3 أشهر. يعني ما كاش يعني فترة انقطاع ما بين رئاسة الدولة ودولة أخرى، دائما هناك 3 دول ترافق ل 18 شهر يعني عمل الرئاسة الدولة تكون التي تستضيف الاتحاد الأوروبي. التحدي الأول المتمثل في المؤسسات الرقمية العملاقة الأمريكية اللي هي يعني جوجل، يعني جافا جوجل وأبل ويعني فيسبوك. هذه يعني في الحقيقة تسير من القوانين اللي بدأت من سنة 2000، وبين بأنها تأخذ يعني أموال كبيرة وما وتلتف فيما يخص تاع الضرائب، وهناك عجز للمفوضة الأوروبية وعجز للبرلمان وعجز حتى للمؤسسات الأوروبية. على ذكر فقط الأموال دكتور إن سمحت لي، يعني أزمة اليورو الآن داخل الاتحاد الأوروبي يعني ترقي بظلالها الاتحاد يعني إلى درجة كبيرة. نعم، أزمة اليورو هي في الحقيقة بدأت مع الأزمة المالية، في الحقيقة بدأت مع البداية الأولى للدول التي انضمت، 10 دول التي انضمت من أوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي، وهذه راحت يعني في مسار فيما يخص إعادة البنى التحتية تاعها واقترضت بشكل كبير، وكان فيه يعني سياسة مالية أدت إلى زيادة الدين العام ما يسمى بالديون السيادية. نعم. وظهرت في كل من اليونان وظهرت في البرتغال وظهرت في إسبانيا وظهرت في قبرص، أدت بعد إلى عجز الدول الأوروبية الكبيرة ألمانيا وفرنسا من تقديم يعني من مساعدتها دون أن تكون هناك تكلفة اجتماعية، وتضررت هذا العمل اللي تضررت به تاع الدول، زائد الهجرة اللي بدأت من 2015 اللي جات من الدول تاع الشرق الأوسط لدخول مليون مواطن من تركيا وجات يعني على اليونان ودخلت إلى دول، قسم دول الاتحاد الأوروبي إلى قسمين، دول مثل ألمانيا يعني لم تكن ترى مشكل في دخول واستيعاب هذه المهاجرين، ولكن دول أخرى لا سيما في إيطاليا لا سيما في فرنسا لا سيما في دول كان هناك إن مونتي دولا دروات دول إكستريم دروات، وأدى هذا إلى انتعاش الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهذا أدى يعني إلى هذه الأحزاب التي تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي وبضرورة غلق الحدود وبضرورة مراجعة الهوية الوطنية، وطرحت مشكلة الهوية الوطنية على أسس يعني مختلفة بالنسبة لهذه الأزمة. هذا كذلك مشكل بالنسبة للاتحاد الأوروبي. صدر في السنة الماضية كتاب لأندرياس سواب اسمه The End of Europe: Five Dilemma for European Union.
خمس مآزق لنهاية أوروبا، خمس يعني مآزق للاتحاد الأوروبي. يرى بأن الشعبوية التي تشكلت، وهذا الجواب على سؤالك، الشعبوية زائد الهجرة زائد توجه الاتحاد الأوروبي، إلى أين يتجه الاتحاد الأوروبي في بناءاته التي لا تعرف ما هي نوعية المآل الذي نصل إليه. نعم. كذلك فيما يخص الشنغن، يعني مشكلة معقدة فيما يخص التنظيمة الشنغن، وأثبتت أزمة كورونا، نرجع للنقطة الانطلاقة، كيف أن الدول رجعت وألغت الاتفاقية تاع شنغن اللي فيما يخص وأغلقت حدودها، انكمشت على بعضها. نعم. هنا المشروع اللي طرحه الفرنسيين وأزروا فيه الألمان هي أولا ضرورة بناء سيادة قوية لأوروبا قوية، لا سيما في المجال العسكري. لاحظنا بأنه يعني الاستخفاف الأمريكي فيما عندما خرجوا من أفغانستان، هذا ربما الشعار اللي رفعه الرئيس الفرنسي لما تسلم القيادة أو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ولكن حتى نفصل في هذه النقطة ونمضي شوية يعني في سياق صلب الموضوع، دكتورة بن يحيى، يعني أمام كل هذه المؤشرات التي يتحدث عنها سواء الدكتور محمد خوجة أو الأستاذ المحجوب من بروكسل، ترحل كما تعلمين المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي كانت كما قلت في البداية توصف بأنها القائد الروحي والفعلي للاتحاد الأوروبي، وأنها أيضا الصوت الجامع إن كنت تتفقين معي داخل بيت الاتحاد الأوروبي. ماذا يعني هذا الرحيل بالنسبة لأوروبا؟ صحيح كان رحيل نوع ما له محطات دبلوماسية جد متميزة وتفردت بها أنجيلا ميركل، وكذلك حتى من الجانب السياسي والجانب الاستراتيجي، خاصة في موضوع الهجرة، ولن أقول غير شرعية، لأنه حتى القوانين الدولية لا تتحدث عن هجرة غير شرعية، وإنما تتحدث عن تنظيم هذه الهجرة. إذن هذا السيدة المستشارة التي كانت عهدتها دامت لمدة 16 سنة، يعني في إدارتها منصب الاستشارية في ألمانيا، وأيضا الزعامة الروحية داخل بيت الاتحاد الأوروبي. نعم، والزعامة الاقتصادية بالتحديد. أكيد. لأنه الاتحاد الأوروبي فيه نوع من توزيع الأدوار بين كل من فرنسا وألمانيا وكل الدول الأوروبية، لكن بالتدريج. فرنسا كانت الدور السياسي والاستراتيجي والدفاعي، لكن ألمانيا الدور الاقتصادي. إذن وهذا نظرا للظروف التاريخية التي مرت بها ألمانيا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. إذن أنجيلا ميركل عندما غادرت هذا الاتحاد نوعا ما في تمزق في الرؤى، خاصة في المنحى الاقتصادي بالتحديد، لأنه هنالك جملة من التحديات التي تعيشها أوروبا، وكما ذكر الزملاء يعني التحدي الصحي الذي هو في حد ذاته تحدي اقتصادي بالدرجة الأولى، ثم التحديات السياسية التي تواجه هذا الاتحاد من داخل هذه الدول الأوروبية. فرنسا في عمق فرنسا هنالك تمزق داخلي، خاصة بعد أزمة أو انتفاضة السترات الصفراء منذ 2016 إلى هذه المرحلة، كذلك أزمة كورونا، كذلك الوضعية المعيشية التي يعيشها اليوم الفرنسي. تنامي الفقر داخل فرنسا. جدا داخل فرنسا. بالنسبة كذلك حتى لإيطاليا وإسبانيا، كل القروض التي كانت تتجه لبعض الدول الأوروبية كانت ألمانيا مساهمة بالدرجة الأولى عن غيرها من الدول أعضاء الاتحاد. نعم. طيب دكتورة، حتى نتوسع في هذه النقطة أكثر، دعيني فقط أسأل الأستاذ المحجوب من بروكسل، عن أستاذ إن كنت في الاستماع، ما سر تربع السيدة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لمدة 16 سنة كما كنا نتحدث قبل قليل؟ أقصد يعني كزعيمة على الاتحاد الأوروبي، هل لأسباب تتعلق بكاريزما هذه المرأة وبشخصيتها، أم لضعف في المشهد القيادي داخل البيت الأوروبي؟ في الحقيقة يعني السبب الرئيسي لقيادة وتشكيل هذه الصورة حول أنجيلا ميركل هو دور ألمانيا وحجم ألمانيا داخل كدولة داخل الاتحاد الأوروبي. وثانيا هذه المرأة كانت دائما تبحث عن أرضية مشتركة وجمع تفاوض حولها، حتى أنها أثناء حفل التنحي أو المغادرة كان لها تصريح تذكره جيدا، حين قالت يجب النظر إلى العالم من وجهة نظر
الآخرين كذلك. يعني دائما مرأة توافقات وتبحث عن الاتفاق، ويجب كذلك أن نعلم أن الاتحاد الأوروبي مبني على التوافقات، وفي كذا مناسبة وفي أغلبية المناسبات تحصل عدم التوافق، كما حصل مثلا في مؤتمر مستقبل أوروبا الذي كان هناك خلاف عميق حول من سيقود أو سيتسلم رئاسة هذا المؤتمر إلى أن خلصت التوافق على رئاسة مشتركة. كذلك في عودة إلى استطلاع رأي قام به مركز دراسات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية منذ سنة ونصف تقريبا، حصلت ميركل على 41% من الأصوات الأوروبية، في حين حصل ماكرون بمناسبة على 14%. هذا يجعل كذلك أنه فعلا غياب أنجيلا ميركل عن المشهد الأوروبي سيشكل أزمة قيادة لدى الاتحاد الأوروبي، لأننا في إطار هناك كذلك مرشح ماريو دراغي الإيطالي الذي له تجربة في عالم الاقتصاد، وهو بالمناسبة الآن رئيس مجموعة السبع. نعم بالضبط، فهو رئيس مجموعة السبع هو شولز، أولاف شولز، خليفة أنجيلا ميركل. أولاف شولز كذلك من الشخصيات المؤثرة جدا. هنا في سنة 2022 هناك انتخابات في ستدخل فرنسا أساسا في تحديات محلية داخلية، ومهما كانت نتائج هذه الانتخابات سواء فاز ماكرون أو خسر، هذا سيعطي فرصة لخليفة ميركل اللي هو شولز للبروز على المستوى الأوروبي، خصوصا كما أشرت برئاسته لمجموعة السبع. على كل حال، سياسة الاتحاد الأوروبي بصفة عامة يجب أن تتغير. نعم. يجب أن يحصل تغيير جذري في السياسات الأوروبية التي أصبحت ضرورة. والسؤال المطروح يعني الذي يبقى أساسا يعني يحتاج إلى إجابة، هل ستتحلى ألمانيا بقيادة شولز بشجاعة والجرأة لازمة أكثر مما كانت عليه ميركل لفرض سياسات ووجهات نظر ألمانيا داخل صحيح الاتحاد وهذا الأوروبي. هو السؤال أستاذ محجوب، وهذا هو السؤال الذي كنت سأتوجه به مباشرة للأستاذ محمد خوجة هنا. يعني قوة ميركل كما كان يتحدث أستاذ محجوب من بروكسل خلال 16 سنة من الزعامة الأوروبية، أنها تميزت، إن كنت تتفق معي، بما يمكن تسميته بالميركلية الدبلوماسية، أو هكذا إن صح المصطلح، تقوم على البحث الدائم عن حل وسط والانتظار في الأزمات، وأيضا إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية كما تحدث قبل قليل الدكتورة بن يحيى. كل هذه الخصوصيات دكتور ربما يعني من الصعب أن نجد هذه الخصوصيات في من سيعوض أنجيلا ميركل في زعامة أوروبا بعد اختفاء الرئيس ميتيران من المشهد السياسي، يعني بوصول الرئيس تاع شراك. يعني كان نفس السؤال إلى حد ما أيضا شراك كان يطرح، من أنه لأنه نعرف كنا ميتيران وكل هما المؤسسين للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر 1991، هذان الشخصان بعثا برسالة مشتركة إلى الدول التي كانت منعقدة في ماستريشت فيما يخص ما هو التحولات، كيف نتكيف مع انهيار الاتحاد السوفيتي. فالرسالة تاع كول وميتيرو كانت تقول بلي نبني اتحاد أوروبي، وفي هذا الاتحاد الأوروبي نحتوي ألمانيا داخل قوة ألمانيا تحتوى داخل قوة أوروبا. بالتالي كان هناك مشروع، يعني الاتحاد الأوروبي كما يقول روبرت شومان مبني على الأزمات، الرد على الأزمات، ويكون الرد الأوروبي هي يعني الرد على الأزمة هو أوروبا. يعني أوروبا يعني التكامل الأوروبي اللي بدأ من يعني من الخمسينات إلى الآن هو الرد على سلسلة من الأزمات. في كل مرة كان أزمة، في كل مرة الدول تاع الاتحاد الأوروبي تعمل المشروع، تطور في هذا المشروع. وهذا هو يعني ميركل يعني واكبت مختلف يعني الرؤساء الفرنسيين، وطول الفترة اللي عرفتها أدت إلى أنها يعني عرفت تجربة عمل المؤسسات الأوروبية. لا ننسى بأن هناك يعني المجلس الأوروبي اللي فيه الدول تاع الأعضاء اللي يحدوا السياسة العامة ويعني ما هي السعالي يمشوا بها، وفي المؤسسات الأخرى. ميركل يعني كان كما قال الزميل كانت يعني تصوراتها أو دائما كانت الحلول التوفيقية،
لأنه من الصعب جدا تسير 28 دولة اللي كانت قبل رحيل بريطانيا. رحيل بريطانيا بالمناسبة رحيل بريطانيا يعني ما أثرش كثير على الاتحاد الأوروبي للأسباب التالية: لم تكن أوروبا في بريطانيا لم تكن موجودة في الأورو في منطقة الأورو، بريطانيا لم تكن موجودة في الاتحاد النقدي والاتحاد الاقتصادي، بريطانيا لم تكن موجودة في شنغن في يعني التنظيم تاع شنغن اتفاقية شنغن. ولذلك يعني كما قلت ومع ذلك دكتور لها وزنها أيضا في القارة، كانت تعتمد على الاتحاد الأوروبي في 45% من تبادلاتها، بين الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى 5% من السلع اللي تمر من عنده إلى بريطانيا. بريطانيا نعم. ولكن دعني أقول لك نقطة مهمة، وهي أنه الاتحاد الأوروبي في كل المحطات اللي عرفها كان دائما عن طريق الأزمة التي يتعرض لها يؤدي إلى تكيف، لأن المشروع الأوروبي لم يحدد منذ البداية إلى اليوم، وهذا هو يعني في نفس الوقت هو أحد المآخذ يعني أحد النقاط الانتقاد التي توجه دائما إلى أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي تبنى بشكل يعني لا نعرف النهاية تاعه، ولكن الآباء المؤسسين يعني رأوا بأنه لا يجب أن تحدد نهاية يعني شكل النهائي للاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي يعني كمشروع اللي عنده زوج سرعات كما قلت، سرعة عابرة للقومية اللي هي السرعة نتاع المؤسسات الأوروبية التي تعمل بغض النظر عن مصالح تاع الدول، والسرعة التي تعمل اللي هي المجلس الأوروبي اللي متشكل من وزارة الخارجية. طيب اللي هي تعمل نعم. لصالح كل دولة. نعم هنا حتى يعني نوضح أكثر، دعني هنا أذكر بأن ميركل قبل رحيلها بأسابيع قليلة أو بأيام قليلة نالت جائزة كارل الخامس الأوروبية لعام 2021 من طرف ملك إسبانيا فيليب السادس نظير خدمتها التي قدمتها للاتحاد الأوروبي. هنا أسأل الدكتورة بنيحية، دكتورة رحيل ميركل هل يصب كما كان يشير قبل قليل الدكتور خوجة في خدمة فرنسا تحديدا في خدمة الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يعمل على فرض الرؤية الفرنسية داخل بيت الاتحاد الأوروبي؟ صحيح، يعني فيه نوع من صحة التعبير من المنافسة بين كل من فرنسا أو الرؤية الفرنسية والرؤية الألمانية، لكن هنا لابد من نقطة منهجية يجب أن لا يلتقيان ولكن لا يستطيعان أن يفترقان بعضهم البعض. جدا نعم. أكيد نعم. زوج نعم. أكيد لابد من الإشارة إلى نقطة منهجية هنا، هي أن بالنسبة لشخصية ميركل هذه المرأة المتشبعة بالثقافة الاشتراكية الشيوعية ذات المولد في في ألمانيا الشرقية، لكن بعد هذا الوحدة عاشت هذا الحلم الذي كانت تنتظره في لحظة من اللحظات، ثم جاءت هذه الخضرمة السياسية بتشبعها بالفكر الليبرالي. الاتحاد الأوروبي نعم. هي مقاربة ليبرالية في كل دول أوروبا ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي. إذن هذا التميز الذي تفردت به أنجيلا ميركل من خلال انتقالها من ثقافة سياسية كانت موجودة إلى ثقافة سياسية أخرى، إذن شكلت هذا التوافق إن صح التعبير السياسي والاستراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي. هذه المغادرة هل كما قلت ستؤثر عن الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد، الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن مؤسسة ذات أبعاد سياسية أمنية خاصة بالنسبة لفرنسا. فرنسا نعم. تسعى إلى تأسيس لجيش أوروبي موحد، وهنا المقاربة التي تختلف معها بالنسبة لألمانيا من جهة، وكذلك حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مشروع آخر، وكأنه نسخة مطابقة لمشروع مارشال. لا يجب أن نعاود أو أن نذكر المشاهد الكريم أن مشروع مارشال كان من ضمن المساهمين والمساعدين للإنعاش الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية. إذن هنا مع هذه الأزمة التي تعيشها كل دول أوروبية وكذلك دول العالم من خلال جائحة كورونا وكذلك الأزمات الاقتصادية وكذلك حتى الأزمات الأمنية، فيه اجتماع في المفوضية الأوروبية وتم مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع جد مهم، وما سمي بالبوابة العالمية أو ما يسمى باللغة الإنجليزية Global Gateway، بمقدار ممكن الأستاذ أشار إلى 500 مليار دولار، أنا عندي رقم 300 مليار أورو. إذن هذا المشروع هو موجه نحو
تعميق للبنى التحتية بالنسبة سواء بالنسبة لدول أوروبا، لكن المشروع بنسبة تقريبا 80% موجه إلى الدول ذات أو الدول الهشة بالتحديد. نعم. إفريقيا. لكن هنالك فقط ملاحظة، هذا المشروع إن صح التعبير مشروع مارشال الثلين، لكن بمقاربة أوروبية بتوجه أوروبي، هو جواب على مشروع الصيني، مشروع طريق الحرير الصيني الذي بدأ منذ 2013. وجدت أوروبا نفسها وكأنها نوعا ما مهددة في كيانها الاقتصادي وفي كيانها الجيوستراتيجي، وكذلك بايدن في المجموعة السبعة قبل الاجتماع المفوضية الأوروبية أعلن عن مشروع عالمي الذي كان شعاره نحو عالم أفضل، يعني الرقم كان بقدر 40 تريليون دولار، يعني 40 تريليون دولار مقارنة 300 مليون أورو أو عفوا مليار أورو، يعني رقم شاسع واسع. نعم. إذن نحو مقاربة تحول القوة في البنية النظام السياسي الدولي، يحاول دول الاتحاد أو تحاول دول الاتحاد الأوروبي أن تجعل لنفسها هذا الدور الاستراتيجي من خلال مقاربات اقتصادية وأمنية كما قلت دفاعية، خاصة المقاربة الدفاعية تتميز بها فرنسا بالتحديد، والتي تسعى بطريقة أخرى نحو تأسيس للجيش الأوروبي الموحد الذي نوعا ما ينافي مقاربة الأطلسي أو مقاربة الحلف الأطلسي. طيب دكتور، تريد أن تضيف شيء هنا؟ لا، فقط فيما يخص التحديات الثلاثة أنا كنت فكرة ما طورتهاش بشكل يعني كامل، وهي أنه من نتائج يعني التي استنتجها الاتحاد الأوروبي فيما يخص أزمة كورونا. نعم. هو ضرورة تحديد السميك أوروبيا، الحد يعني الأجر، الحد الأدنى فيما يخص الأجور في الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي كان يعمل في مستوى يعني المؤسسات وما كانش البعض الاجتماعي كان ينظر إليه. النقطة الثانية فيما يخص يعني لا تاكس سور لو كاربون، يعني الضريبة حول يعني حماية البيئة الأوروبية. والنقطة الثالثة كما قلت اللي هي المتعلقة بالتحدي الذي تمثله الشركات الأمريكية العملاقة لا سيما جوجل ويعني ما يسمى بجافام. هذه يعني الآن فيه مشكلة فيما يخص نقطتين، النقطة الأولى تتعلق ب تنظيم السوق، والنقطة الثانية تتعلق فيما يخص الخدمات الرقمية. لاحظنا بأنه في الاتحاد الأوروبي شكون هم المؤسسات التي استفادت أكثر؟ المؤسسات التي استفادت هي المؤسسات الرقمية، لأن هذه يعني الوضع الصحي جعل المواطنين الأوروبيين يعني يعتمدون على الإنترنت، يعتمدون على خدمات هذه المنصات التي قوانين الاتحاد الأوروبي يعني منافية لبروز شركات عملاقة أوروبية، وهذا تحدي على مستوى الخطرة. ولذلك لاحظنا بأنه 500 مليار وهذا صحيح الرقم اللي يتعلق بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي للشركات الأوروبية التي تضررت فيما يخص تسريح موظفينها وفيما يخص يعني المجال تاع الشركات. ربما فيه يعني رقم آخر متعلق بمن سنة 2022 إلى 2027 كذلك الاتحاد الأوروبي أرصد مبلغ كبير لتطوير يعني خاصة البنية التحتية للاتحاد الأوروبي. النقطة فيما يخص الجانب العسكري الأمني، نلاحظ بأنه يعني هذه المعضلة اللي تقسم في كل مرة كما قال زميلتي الأستاذة نبيلة، دول الاتحاد الأوروبي دائما هناك يعني مشكل وجودي. فدول مثل ألمانيا ودول مثل البرتغال تعتمد على ما تستفيده من القواعد العسكرية الأمريكية التابعة للحلف الأطلسي في دولها. لاحظ. نعم. البرتغال هو تقريبا عبارة عن شبه جزيرة، فيستخدم الجيش الأمريكي هذه الموانئ، وهذا يدخل جزء كبير من ميزانية وزارة الدفاع البرتغالية في ذلك. لكن فرنسا، الغضب الفرنسي تمثل في خسارة 45 مليار دولار من البناء من مشروع بناء الغواصات بالنسبة إلى أستراليا، وهذا الرد تاع الفعل تاعها يعني جعلت الرئيس ماكرون يقول بأنه نعم. الحلف الأطلسي يعني عبارة عن خرافة، ومن من المهم أن الدول الاتحاد الأوروبي أنها تبني بناء. ولكن نقول لك بلي هذا عملية صعبة
وربما حتى إذا أخذ يعني عهد. طيب الدكتور علاء أجالة فقط يعني بمناسبة الحديث عن فرنسا، وقع الحال يقول أن الرئيس الفرنسي سيدخل معترك رئاسيات العام 2022 أو ربيع 2022 بمؤشرات سلبية، لأن فرنسا حاليا منشغلة بهمومها السياسية الداخلية كما تحدثنا قبل قليل، يعني في شتى المجالات. ربما ما يعيق فرنسا أو الرئيس الفرنسي شخصيا على تطوير رؤى أوروبية كبرى موحدة. فيها زوج تحديات. التحدي الأول انتخابات أبريل، يعني من الآن انطلقت يعني المسار تاع الانتخابات إلى أبريل وهو منشغل بالحملة الانتخابية تاعو، علما أنه في بعدها بشهر، بعد بشهرين شهر جوان هناك انتخابات تشريعية. تشريعية نعم. ولكن على حسب وهنا تنتهي فترة الرئاسة الأوروبية، وعلى حسب يعني الأجندة تاع التظاهرات السياسية والاقتصادية المتعلقة برئاسة فرنسا 400 تظاهرة. من الصعب جدا أن يوفق الرئيس الفرنسي ما بين التزاماته المتعلقة بالفوز في الانتخابات وبين أنه أن يتفرغ للاتحاد، يعني لتوجيه الاتحاد الأوروبي ضمن الرؤية الفرنسية. وتلاحظ بأنه لذلك هو طرح نقطة الفقر، قال القضايا تاع الفقر والقضايا المتعلقة بالسيادة والقضايا المتعلقة بالكربون، وهي في حقيقة الأمر تغطي بشكل يعني صعب جدا الأداء السيء للرئيس الفرنسي، لأنه هو هذا الرئيس رئيس ليبرالي نيو ليبرالي، يعني هو خريج المدرسة نيو ليبرالية التي لم تكن تعنى بطبقات على المجتمع وكان عندها توجهات اقتصادية واضحة. ولذلك الآن في الطروحات اللي قدمها في الحملة الانتخابية تاعه، يعني في مشروع الحملة الانتخابية تاعه، لاحظ بأنه يتحدث عن الفقر ويتحدث عن الطبقات الاجتماعية. طيب بمناسبة الحديث عن الفقر دكتور خوجة، دعني هنا أتوجه مباشرة إلى الأستاذ محجوب من بروكسل. الأستاذ يعني كما قال الأستاذ خوجة والأستاذ بن يحيى، يعني ماكرو يراهن على ورقة الفقر كربما أبرز قوة في مشروعه الذي يحمله لزعامة القارة الأوروبية، لكن يعني واقع الحال يقول شيء آخر، لأن أوروبا الآن تعاني مشاكل أخرى مثل الوباء الذي كنا نتحدث عليه قبل قليل، أيضا مسألة أو مشكلة المناخ أيضا، وأيضا المنافسة الجيوسياسية الدولية، وكل هذه النقاط تقريبا لم يدرجها في برنامجه الرئيس الفرنسي، تحدث فقط عن مسألة الفقر كنقطة بارزة كمشروع بارز يحمله من أجل زعامة أوروبا. نعم بطبيعة الحال معترك الانتخابات بالقيام بمجموعة من التحاليل الميدانية يركز على يعني خطابات حساسة يعني تحسين موقعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن يجب أن لا ننسى كيف أتى ماكرون إلى السلطة. أتى في ظروف كان هناك ما يسمى بالفاكيوم أو الفراغ، فراغ سياسي في العالم خصوصا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الفراغ هو الذي أتانا بماكرون، أتانا بدونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، أتانا ببوريس جونسون في بريطانيا. إذن جاء في مرحلة فقد فيها الناخب الأوروبي الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية والأجندات السياسية التقليدية والسياسيين التقليديين، فبرز ما يسمى بظاهرة ماكرون. يواجه تحدي أساسي للحفاظ على العهدة الثانية وتحسين العهدة الثانية في فرنسا، وما بالك يعني الوصول إلى مركز قيادي داخل الاتحاد الأوروبي. وشعار ما يسمى بجيش موحد وسياسة دفاع مشتركة للاتحاد الأوروبي أو جيش موحد أوروبي وقوة ضاربة أوروبية، هذا ربما أكبر معارضي هي فرنسا نفسها والجيش الفرنسي الذي يعيث فسادا في القارة الإفريقية وغيرها من المواقع. فهل ستقبل السويد والدنمارك وغيرها من الدول الاسكندنافية والدول الديمقراطية بتدخل فرنسي في مالي وفي تشاد وفي النيجر وفي غيرها من المستعمرات السابقة الفرنسية؟ هل ستقبل هذه الدول باستمرار سياسات فرنسية في حصار ونهب ثروات الشعوب الإفريقية؟ إذن فهذه كلها ليست إلا شعارات رنانة تستعمل في الانتخابات. طيب بالنسبة للاتحاد الأوروبي والتحديات الأساسية، إن سمحت، التحديات الأساسية أولا هي سياسة اقتصادية موحدة، وهنا الرهان بطبيعة الحال على الرئيس الإيطالي الجديد ماريو دراغي، وإيجاد مخرج
تفادي التنافس الداخلي بين الدول الأوروبية وأكثر خلق منافسة مع غير الأوروبيين. التحدي الثاني هو التغير المناخي والسياسة التغيير المناخي في ظل أن الصناعات الأوروبية كلها صناعات متهالكة قديمة من منتصف القرن الماضي، وجب تطويرها لملائمة متطلبات وقوانين المتعلقة بالمناخ. ثم التحدي الثالث وهو فرض سلطة القانون الذي يعيش يعني مرحلة صعبة، خصوصا ما بين قرارات المحاكم الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية وغيرها من المحاكم العليا داخل الاتحاد الأوروبي مع يعني القوانين الداخلية للاتحاد الأوروبي. ثم التحدي الأخير ربما هو تحدي الهجرة، وهنا يعاب على ميركل، إن عدنا الحديث عن أنجيلا ميركل، يعاب عليها فعلا في حين أنها وافقت على دخول اللاجئين في أزمة اللاجئين 2015 وما بعد، في نفس الوقت وافقت على التضييق ويعني جعل الموافقة والحصول على اللجوء وعلى الإقامة وغيرها داخل ألمانيا تمرير قوانين لجعل ذلك مستحيل. طيب واضح جدا أستاذ محجوب. نعم واضح جدا، يعني لم يتبقى لنا من الوقت طويلا، دعني هنا أتوجه بسؤال آخر في سياق الحديث. يعني ما دمت تتحدث عن الشعارات الرنانة ربما التي يرفعها الرئيس الفرنسي تحديدا في موضوع الفقر الذي يليه ماكرون، قلت أهمية قصوى. دكتورة، هل نفهم أن الرئيس الفرنسي يريد استخدام أوروبا للدفاع عن مصالح داخلية فرنسية بعيد عن الاتحاد الأوروبي؟ بمعنى أنه يوظف ورقة الاتحاد ربما لمواجهة مسائل أو مشاكل فرنسية داخلية، ومنها ورقة الفقر طبعا. صحيح، يعني فرنسا دوما لها منظورها الخاص بها، خاصة فيما يتعلق بالزعامة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وبالتحديد حول المسألة الدفاعية أو الأمنية من خلال محاولة عدة مرات تأسيسها أو فكرة التأسيس للجيش الأوروبي الموحد والخروج من الحلف الأطلسي خاصة، وأنه كانت في عدة إشارات وتصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون أن الحلف الأطلسي نوعا ما هو يمثل هيئة تقريبا ميتة، وهذا عدة مرات صرح بها في عدة محطات. اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي الإشكالية أنه حتى داخل الأعضاء، داخل دول الأعضاء غير متفقة، بدليل الاتحادية أو المفوضية الأوروبية تسعى إلى المصادقة على مشروع الطاقة النووية التي ترفضها بالتحديد ألمانيا، وتدافع عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن الطاقة النووية. يعني حتى هذا الدول الأعضاء، وعندما تكلم عن دول الأعضاء بالتحديد ألمانيا وفرنسا، اليوم تدخل إيطاليا كذلك في ظل هذا الخط المستقيم، في ظل تقلبات غير خطية، وكما قلت منذ حين هنالك تحول في القوى في بنية النظام السياسي الدولي. نعم، والاتحاد الأوروبي لن يفكر بمعزل عن السياسة الاستراتيجية أو عن التفكير الاستراتيجي الأمريكي. أعتقد أن الدكتور خوجة يريد أن يضيف شيء آخر. سأدعم يعني ما تفضلت فيه الأستاذ نبيلة حتى يتسلنا رؤية التحديات التي تواجهها أوروبا. التحدي الروسي، لاحظنا كيف يعني وهناك فيما يخص الطاقة وفيما يخص الجانب البيئي عاجز الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذا المشكل حتى بالنسبة إلى ألبانيا، وكذلك في مواجهة التكنولوجيا لاحظ بأن كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعني فرضت نفسهما في السوق الأوروبية المشتركة، ويعني فرنسا يعني في الاتحاد الأوروبي دائما يعني خارج يعني التاباج ميدياتيك، يعني خارج الخطاب السياسي، نلاحظ دائما أن الكلمة الأخيرة كانت تعود إلى دولة مثل ألمانيا التي لديها يعني القدرة في الجانب الاقتصادي على التأثير. نعطي نصف دقيقة فقط للأستاذ المحجوب من بروكسل. الأستاذ، يعني ربما بقي لنا سؤال أخير نتساءل عن رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي أو الملقب بسوبر ماريو، يطمح هو الآخر لرئاسة إيطاليا في الانتخابات القادمة، يقول عنه البعض إنه بإمكانه أن يضخ ديناميكية جديدة في التكامل الأوروبي تحديدا في المجالات الاقتصادية. كم متابع لهذا الملف؟ ما هي حظوظ هذا الرجل في زعامة أوروبا؟
نعم بطبيعة الحال، وشخصية كاريزماتية مهمة ستلعب دور محوري في السياسة الأوروبية خصوصا الاقتصادية، وهي بطبيعة الحال محور السياسة الأوروبية. ولكن ربما من السابق لأواني للجزم بمصير يعني طموحاته لقيادة أوروبا، خصوصا وضع إيطاليا الاقتصادي الداخلي اللي لا يرقى إلى منافسة بطبيعة الحال ألمانيا. ربما من المستعجل الحكم، ولكن ربما نحتاج إلى سنتين أو ثلاث لفرز أو يعني فرز قيادة جديدة للاتحاد الأوروبي، وسيظل خلال هذه الفترة تنافس بين الأقطاب. واضح جدا أستاذ محجوب. إذا مشاهدنا الكرام، أوروبا بعد ميركل هل فقد الاتحاد قاطرته؟ كان هذا موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج خارج التحرير. سعدت كثيرا باستضافة كل من الأستاذ الدكتور نبيلة بن يحيى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أيضا الأستاذ الدكتور محمد خوجة وهو الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية ومن العاصمة بروكسل، كان معنا الأستاذ المحجوب مليحة خبير في الشؤون الأوروبية. الشكر موصول أيضا للفريق التقني الذي رافقني في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، سلام.